امبارح الحقيقة كان في زيارة مفاجأة لرئيس وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار لبعض المنشآت الطبية، بنتكلم تحديدا في محافظة القاهرة. ايه اللي حصل، وهل فعلا فكرة الزيارة المفاجأة لوزير الصحة بتكشف، خلينا نقول بشكل واضح كده، اي قصور موجود في اي مستشفى او في اي مركز او في اي مؤسسة ليها علاقة بالصحة؟ يعني هو مما لا شك فيه أن الزيارات الميدانية غير المعلنة وغير المرتبة سلفا هي واحدة من أساليب الإدارة الحديثة للتعرف بشكل مباشر على التحديات. والحقيقة أن هذا منهج تبناه الدكتور خالد عبد الغفار منذ أن كلف بحقيبة الصحة، وهي الزيارات الدورية غير المرتبة وغير المعلنة للوقوف بشكل مباشر وواضح على التحديات والمعوقات والخدمات بشكل عام. يعني ليس في كل الزيارات يوجد معوقات، في زيارات يبقى في معوقات وتحديات تحتاج الى تدخل مباشر، هناك زيارات اثبتت انتظام العمل وحسن استقبال العمل وجود الخدمه والرعايه. فالزيارات الميدانيه بتخلي المسؤول يطلع اما على تحديات موجوده فيعالجها او على حسن الاداء فيثيب القائمين على الاداء الجيد تقديم الرعاية الصحية. جولة امبارح في عدد من المؤسسات الطبية بمحافظة القاهرة، كان ايه نتائجها؟ يعني خلينا نقول حقيقة ان هو معالي الوزير تفقد مستشفيات روض الفرج العام ومكتب صحة روض الفرج العام، مستشفى الساحل التعليمي ومستشفى عين شمس العين، كما تفقد مكتب صحة المنيا للنموذج. الحقيقة ان احنا نقدر نقول انه الزيارة كانت إيجابية بنسبة تزيد عن 70% في الأربعة أماكن. كان هناك بعض التحديات والمعوقات اللي موجودة في المستشفيات، وجه الوزير بالحقيقة تطوير لبعض الأقسام اللي موجودة في المستشفيات، خاصة قسم الاستقبال والطوارئ مثلا في مستشفى الساحل التعليمي. وجه بتطوير وحدة الأشعة المقطعية في مستشفى عين شمس العام، ووجه بدراسة مدى احتياج مستشفى عين شمس العام مثلا لجهاز رنين مغناطيسي. كما أن قسم الأسنان مثلا في المستشفى كان يعمل فترة صباحية فقط في عين شمس ولا في مستشفى عين شمس العام. نعم. والحقيقة والقسم مجهز على أعلى مستوى. ومن خلال مراجعة سيد الوزير لمعدلات التردد وجد أنه لماذا لا يتم مد العمل إلى فترات مسائية أيضا، خاصة في ظل توافر الطواقم الطبية وتوافر التجهيزات المناسبة، وخصوصا شغل السنان ده بياخد وقت كمان. يعني أقصد يبقى في مساحة أكتر للمرضى أن هم يبقى عندهم وقت أكتر. ألو دكتور حسام، واضح انه دكتور حسام في طريق، فبالتالي الخط فصل. دكتور حسام معانا؟ طيب نحاول تاني مع دكتور حسام، لانه فكرة الزيارات الغير معلنة من قبل المسؤولين الحقيقة اللي بيعمله دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ده موضوع مهم جدا. انا اتمنى انه وزارات كتيرة تحديدا الخدمية يبقى فيه من قبل المسؤولين زيارات مفاجأة، لانه هو مش فكرة انه بس بيفتش على المؤسسات التابعة ليه، وده غرض كويس لانه في النهاية دي مؤسسات خدمية بتقدم خدمة للمواطن بشكل مباشر، لكن ايضا هي بتكون الوضع على حقيقته زي ما بنشوف كده، بيشوف توابير لو واقفة بشكل محدد ممكن يكون المعلومة مش واصلة له، ممكن يكون بيحصل تزويق للمعلومة. ففكرة الزيارات المفاجأة أنا بشوف إن دي في غاية الأهمية وتبقى بالفعل مفاجأة. رجع لنا دكتور حسام. دكتور حسام ألو، أنا سامع حضرتك كويس. تمام تمام. كنت بقول لحضرتك خصوصا إنه شغل الأسنان بياخد وقت، فبالتالي المريض يبقى عنده فرصة أكتر إنه يبقى متواجد ويتعالج في الفترة المسائية، وده أعتقد يعني فكرة جديدة بيتم تطبيقها في أماكن كتيرة قوي خاصة بمستشفيات وحدات وزارة الصحة. ويمكن أيضا إحنا مفهوم
عيادات الطوارئ الخاصه بالاسنان نعم. مش مفهوم شائع قوي عندنا في مصر، مع انه الام الاسنان ممكن تحدث في الفتره المسائيه، ممكن تحدث بالليل، فبالتالي استحداث مفهوم ان يكون هناك قسم او عياده لاستقبال طوارئ الاسنان ده مفهوم لم يكن شائعا، وخطه الوزاره تعمل على استحداثه بشكل على الاقل يبقى في كل منطقه جغرافيه في قسم يستقبل الحالات الطارئه في الاسنان. الالام وحضرتك يعني كلنا نعلم مدى شده الالم في خصوصا لو جه بالليل، وساعتها بيبقى فيه اشكاليه لانه ما فيش اقسام طوارئ حكوميه للاسنان يمكن غير في مستشفى. هل بيتم دراسه الموقف حاليا على ان يطبق في معظم الاماكن يا فندم؟ يا فندم يعني دي واحده من توجيهات السيد الوزير انه يبقى في عيادات طوارئ للاسنان تمام مقسمه حسب التوزيع البضاعي. اشكرك دكتور حسام، اشكرك فندم، شكرا جزيلا.